بعد ما مشيت عند الام ديالي بعد الحجر الصحي كاين لا خروج الاول ني فات رمضان طلعت عندها نشوفها حفره ديال الطواليط فايضه عليها داخله عليها من يعني من تحت الحصيره في الناس هي انا دخلت عندها فيقتها مغيبه هي ما ديك الريحه مغيبه قالت لي شكون شكون هي قلت لها شنو هادشي قلت لي ما عرفت لقيت راه الظهر سالت من هنا الريحه ديال الطواليط فرقعت الدس وطلعت ريت ما انا بكيت عليها قال لها تسال الحصيره كنلقى داك الماء ديال الطواليط فرقع شاد الحال قالت لي وليدي اش غندير انا راه فرقعوا لي الزنك حفره ديال الطواليط 4 سنين مخواوة كتفيض وكتدخل عليه للداخل واش الكشوار ديال الحجر الصحي داخل الناس بالراكه الكمامه الريحه هذا ماشي غتشد كورونا راه دابا الحاله النفسيه ديالها والحاله الصحيه ديالها يرسلها هدا شي 70 سنة بكيت بقات فيا وقعت كل الدم ديال الاسلام ما فيناش هاد الناس راه نهار كراولي كانوا يتخلصوا يعني راه خويا نيد اللي صغار مني انا باقي ساكن مع الوالد دابا حاليا بغى يصوب البطاقه الوطنيه راه ما عندوش دابا حاليا كيدور مجهول الهويه ما عندوش ما بغاش يصوبوا ليه قال لي الالتزام ما نعطيوش لك ما بقاش كيخلص مقطعوا عليه الضو جاو هجموا عليه ضربوه مشى للدرك الملكي دار شكايه ما عطاوش حقه دار شكايه للوكيل ما عطاوش حقه انا ملي مشيت في رمضان شفت هذيك الحاله بقى فيا الحال وين نتاهر اش غنقول لك انا علاش الحقره لا ما كنهضر على البلاد لا على والو كنهضر انا على الحق ديال امي واش ما عندهمش الوالدين اجي لا بقى فيا الحال مرتي انا مسافر غايب خدام وجا خوم بيتي خبط لي انا في الباب ما تير ما قالش لي انا ما عاودوا لي ناس اخرين غدي ديال هذاك اللي جا هاجم عليه انا كيحك لي من الجنوه في الشارجه من هنا في الباب من 10 ديال الليل حتى 6 ديال الصباح هو كيخبط لي في الباب علاش هو فوق القانون راه القانون فوق كل شيء انا غنبقى ناضل وغنبقى نهضر على الحق ديال امي تتبان الحق ديالها باي وجه كان بالعمار ديالي انا نفني عليها ما عنديش مشكل جيت انا من السفر ديالي جيت مع 10 ديال الليل نعست حتى الغدي في الصباح قالوا لي الناس انت مالك مع فلان شكون هذا فلان ما في راسي والو كي راجل كيخبط لك في الباب عاد دخلت المراه عندي انا برد فيها الاعصاب ديالي حتى وليت واصل معاها غنوصل معاها الطلاق واحد الدري ونسيب درا مريح عندي قلت لي سير جيب 5 يورو ديال الدولي كنت غادي نجي على العافيه في راسي علاش ما تقولش ليا شدني هي على اعصابي السبت في الليل مع 11 ديال الليل ملي ناضر ليا هي عصبي صرت واحد الصمته من اللي علاش مرتي خافت انا ما عنديش مشكله انا حياتي انا نضيعها معاه ما عنديش مشكله انا مرتي خافت جبت الصمته من اللي ربطتها في الكرياج دات مشناقة انا العصاب ديالو هو بردته في ولادي وفي راسي انا فكولي الناس راه هاوزت المشنق هاد العظام هاد اللي كاين هنايا دابا راه داخل كيدورني دابا ملي كنسرط الريق انا دابا دارني حاليا دارني ملي كنسرط الريق دارني راه صافي راه هوت راه ضربت السرنيفه وهوت اصاحبي كان بخبق راه غيبت انا ديك الساعه راه سخبت اكون قسم لا يعول العون قسم راه جاو الناس اللي قطعوا السلطه وهودوني وشرقوا داكشي انا بسداري شحال ومع 3 سوايع انا مغيب انا هذا فوق ثلاث شي واحد ديال اللي واحد جاو البوليس 3 شهور وهي محبوسه بالراكه وقد تكون محكومه بالاعدام الخنز حداها ما عندها لا ماء لا ضو الزنق ما تقاوم ليها حفره فايضه قلبي كيضرني عليها دابا قلت لك مراه 3 شهور مراه عجوز 3 شهور قلت لك وهي كتنعس فوق خنز ديال القرقره ما كاين لك ماما يعني تم الدعم ديال الدوله ما استفدتش منه انا ديال المحسن ما كاينش اللي عقل عليها قلت لك سد على تما قلت لك بحال شي كلبه ما كاينش اللي مصور كاينش كيطل عليها وتعرضت للاهانه ولدها تعرضت للاعتداء ما دخلتش ليه الحق ديالو هذا نداء جميع المسؤولين يعني اش غنقول لك الناس راه فاتوا الحدود تعداو على خويا لاكارت لاسونال كنقول لك ما عندوش مش هذا مواطن هذا اللي ما عندوش لاكارت كيضرب على الهويه عنده 30 سنه راه ماشي مواطن هذا ضرب وطن وبين ما يعرفوش راه عطاو منين شكون هو دابا هذا البصمات ما عندوش ما.
ماشي مواطن هذا ملي هو ما كيدور بلا بلا وثيقه، كيمشي راه خدام على مو، كيمشي حتى للكاريان حدا الزباله خدام 70 درهم، ثلاث شهور هادي هو مريح، ثلاث ايامات عاد مشي يخدم. هاد المرة راه عندها الزهر اللي ما ماتتش، انا جي هذاك النهار اللي دخلت عندها كنسحبها ميزة، اقسم لك هي ميلين، راه شحال ثلاث خطرات كنغزها كتافها كنقول لها مي، عاد فقت ليها شدني العصا باش نقول كنتفكر شي حوايج هذيك السيدة في هذيك الحالة، راه ماشي ماشي اسلام هذا، راه ماشي جيتي عند مراتي هنا كتقول لها الوراق راه حتى هي بحال امي راه مسكره فابو ديال حتى معديها لها وكتقول لي مسكره فابو محايد لها الضو وما عندها لا ما وتعداو لي وفرقعوا لي الزنق من الفوق والحفره طالع الطواليط هذا راه واخا يكون قرض جيبو قلت لك من الغابه رابطو بسلسله ما تعاملش بهذيك المراه بحال هكاك تعامل معاها واخا ما يكونش فيك الدم ديال المسلمين وهاد النداء كنوجهو انا لهاد الولاية الامن السيد راه فوق القانون جات عندها هجم عليا على ولادي وانا ما كاينش وتهجم على خويا والام ديالي تعرضت للاهانات كثيره الله ياخذ فيهم الحق ربي اللي غيخلصهم وداك السيد اللي تعدى عليا جا هجم عليا ولادي غنتابعو راه ما غاديش ما غنتزاكلوش قلت لك هو انا وخسر عليه عمري ما غاديش نتزاكل معاه دابا راه داير شكايه ف الشرطه القضائيه انا بكاتريان غندفع شكايه للوكيل وشكايه للدرك الملكي غنعاودها وغادي نمشي للمجلس ديال الاستشاري وغنجبد فيديوهات راه مليوحين في اليوتيوب وفي الفيس وعندي فيديوهات راه مسجلين وغنمشي لديوان المظالم كنت فيه شكاية لوزارة العدل إلا ما دخلش حقي ديك الساعة ربي اللي غادي يخلصني ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام.